ورفعنا لك ذكرك. يا من تلا قول النبي وبين لله صوتك بالهدى أحسن، أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. صدق رسول الله، حديث متفق عليه. هنقوله مرة تانية عشان نحفظه مع الحلوين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. صدق رسول الله، حديث متفق عليه. أي أن من صلى على الميت فله أجر كبير، شبهه صلى الله عليه وسلم بالجبل العظيم. فاحرصوا بارك الله فيكم على الصلاة على الميت واتباع الجنازة حتى تدفن لتنالوا هذين الأجرين العظيمين. قرأ حديث الحب عن أنس الذي جل عن المشتاق ما قد أحزن، يا وارثا أنسا بنقل حديثه، والله قد بلغت قلبي مأمنا. أعد الحديث على فؤاد، إنني أرجو الجنان بحب أهل الميمنة. أعد الحديث على فؤاد، إنني أرجو الجنان بحب أهل الميمنة. تابعونا على فيسبوك وإنستجرام وتليجرام، الروابط كلها تحت الفيديو. اشترك في القناة بالضغط على الدائرة اللي في النص، وشوف كمان فيديوهاتنا اللي فاتت. وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.